مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من شاطئ مدينه اكادير. كما تشاهدون معنا فالشاطئ لا زال مغلق في وجه المصطفين هنا بالعاصمه السوسيه، خاصه بعد الحاله الاستثنائيه التي تعرفها بلادنا والمتعلقه بجائحه فيروس كورونا. فالحالات في تزايد مستمر، الشيء اللي جعل السلطات المحلية وأيضا السلطات الإقليمية هنا بجهة سوس ماسا تقرر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير المشددة من أجل الحد من التزايد المهول لحالة كورونا، وبالتالي قررت إغلاق الشاطئ ومنع الولوج للبحر للسباحة في وجه ساكنة مدينة أكادير وزوار المدينة. كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال، فالناس يعني الشاطئ خالي من الناس، خالي من المواطنين، خالي من المصطفين كما كتشاهدوا معنا على المباشر إخواني الكرام. وهذا الشيء بطبيعة الحال راجع للحالة الوبائية اللي كتعرفها بلادنا، واللي كتعرفوا ايضا جهة سوس ماسا والحالات المتزايدة لفيروس كورونا اللي خلات السلطات تشدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية وإغلاق مجموعة من الفضاءات العمومية، خاصة الحدائق وأيضا ملاعب القرب التي تقرر الإغلاق ديالها بداية من الساعة 5 مساء، حتى أيضا الحدائق العمومية وأيضا الشاطئ المدينة. كما كتشوفوا الشاطئ خالي من أي مواطنين وخالي من المصطفين، بعدما تقريبا جل فصل الصيف يعني كان يمتلئ عن آخره بالمصطفين، وبالتالي ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا بمدينة أكادير وجهة سوس ماسا جعلت السلطات تقرر الإغلاق ديالو. أنتم كما كتشوفوا إخواني الكرام، فكما كتشوفوا فالشاطئ مغلق في وجه المصطفين، في وجه المواطنين، نظرا كما قلت للتزايد ديال حالة كورونا وفيروس كورونا وجائحة كوفيد 19 التي أخذت بظلالها على مجموعة من القطاعات وعلى أيضا مجموعة من المجالات التي تضررت بسبب هذه الجائحة. فكنا كنعرفوا يعني الشاطئ والزوار اللي يأتون إليه من كل حدب وصوب، لأنه هذا السنة ربما سنة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة معنا، نظرا لهذه الجائحة اللي صراحة ما خلات يعني حتى شي قطاع إلا وتضرر، وأيضا حتى قطاع السياحة هنا بالعاصمة السوسية تضرر بالشكل الكبير. كما كتشوفوا معنا على المباشر إخواني الكرام، الشاطئ خالي تماما من المصطفين، وأيضا تم وضع مجموعة من الحواجز الحديدية لمنع ولوج الناس للشاطئ كما شاهدتم معنا من خلال يعني اللافتات الموضوعة بجنبات المداخل ديال الشاطئ، حتى يتم تنبيه كل مواطن من عدم الولوج للشاطئ من أجل ممارسة السباحة، لأن التدابير والظرفية الراهنة تقتضي ذلك. فكذا إذا تبدو المنطقة السياحية وأيضا شاطئ المدينة بعد هذا القرار ديال الإغلاق إخواني الكرام. يعني كما كتشوفوا يعني حتى المدينة كانت تعج يعني بالناس والمواطنين هنا في المنطقة السياحية، إلا أنه مع الأسف الشديد يعني كما كتشوفوا حتى الكورنيش الطور يعني أصبح خالي تماما يعني من الزوار.
كما كتشوفوا اخواني الكرام. فصراحه فيروس كورونا اتى على الاخضر واليابس وارخى الظلال ديالو على مجموعه من المناحي ديال الحياه هنا بالعاصمه السوسيه مدينه اكادير كما كتشاهدوا معنا. ربما هذه الصور غنيه عن كل تعليق. لم يكن احد يتوقع ان يكون الكورنيش هكذا وايضا شاطئ المدينه خالي هكذا اذ كانت في السنوات الفارطه. يعني الناس هنا في مدينه اكادير مازال يعني كيجيو باش انهم يمارسوا السباحه وايضا ممارسه الرياضه سواء لعبه او كره القدم وايضا ممارسات الرياضات البحريه وايضا الرياضات بمختلف الانواع ديالها كما كتشوفوا هنا على المباشر. ظاهر فيروس كورونا والانعكاسات ديالو اصبحت ظاهره على شاطئ المدينه وعلى كورنيش المدينه الذي اصبح خالي تماما الا من صور قلائل جدا. الصوت يوصل بالطريقة التي ينبغي. انتما اخواني الكرام كما كتشاهدوا كما كتشوفوا معنا فمجموعه من الحواجز الحديديه تم الوضع ديالها على مستوى مداخل الشاطئ حتى يتم منع ولوج المواطنين للشاطئ، لان يعني اي مواطن يعني كيتحدى قرارات ديال السلطات المحليه هنا بمدينه اكادير اي شخص يعني خرق التدابير والاجراءات الاحترازيه التي تم الاتخاذ ديالها على راسها يعني اغلاق الشاطئ فسيعرض نفسه على عقوبات زجريه كما كتشوفوا معنا على المباشر. يعني حواجز حديديه على مداخل الشاطئ من اجل منع التصدي لبعض يعني المراهقين وبعض الشبان الذين يحاولون في الشاطئ من اجل ممارسة السباحة. فسؤال طبيعي الى متى سيستمر هذا الشاطئ في الاغلاق ديالو ونتمنى من الله تعالى يعني يتم الحد من الانتشار ديال فيروس كورونا. بطبيعة الحال يعني الساكنة المحلية مشتاقة لممارسة الرياضة وأيضا السباحة بالشاطئ، إلا أن المصلحة العليا للبلاد والمصلحة العامة تقتضي الإغلاق كما تشوفوا. بشاطئ العاصمة السوسية على أمل اللقيا بكم في لايف
آخر وفي بث مباشر جديد. لم يتبقى لنا سوى أن نقول لكم إلى اللقاء وإلى الملتقى في فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركاته.